بعد انقطاع هو الأول في تاريخها، الكهرباء تعود إلى محطة زاباروجيا للطاقة النووية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إن أوكرانيا أبلغتها بأن محطة زاباروجيا انفصلت مرتين على الأقل عن خط الكهرباء خلال النهار قبل اتصالها به مجدداً، مضيفة أنه لم تتوفر بعض المعلومات عن السبب المباشر لانقطاع التيار الكهربائي. وأوضحت الوكالة أن المحطة النووية تعمل حالياً لأنها لا تزال متصلة عبر المحطة الحرارية المجاورة التي يمكنها تأمين الكهرباء في الحالات الطارئة. وصرح المدير العام للوكالة رافائيل غورسي أنه تم كذلك تشغيل أنظمة الحماية الطارئة للمفاعلات وكل أنظمة الأمان ما زالت تعمل. وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات منذ أسابيع بشن ضربات استهدفت محطة زاباروجيا النووية التي تضم 6 مفاعلات. هذا ودعت الأمم المتحدة من جهتها إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة لضمان أمن الموقع والسماح بعمليات التفتيش.